حصل وحيد ما عندي غيره على بنتي، كان عندي كل بنتي وحياتي. انا كنت ادعي لربي اني انا ان شاء الله موت قبله مشان ما انحرق اهلها، والله الحمد لله رب العالمين اختاره شهيد، الله من عنده مدني بالصبر وزادني بالصبر. هن لما نزلوا قانون قيصر فهو منزل صور المعتقلين اللي كلياتها توفت تحت التعزيه. فقويت قلبي انا وقلت لا ادخل اشوف انه اذا صوره ابني بلاقيها. والله دخلت وكان الامر انه لقيت صوره حسن. وكانت مفاجاه لنا لانه نحن لحد الان ما كنا عم نعرف اذا حسن اسا على قيد الحياه ولا لا. يعني بعد كل شوق ولهفة لأني شوف ابني شفته ميت أنا لابني وبحرقتي، بس أنا بالمقابل ارتحت، ارتحت إنه حسن راح لرحمة ربه، أحسن ما يبقى تحت إيدين هالظلام اللي ما بيخافوه لالله. كان هون بأمن الدولة باللاذقية تم تحويله للشام، بالشام دخلوه على فرع 215 سرية المداهمة، وهنيك بقي حسن واكيد هنيك اللي توفى. يعني هذه المعلومات اللي وصلت لنا، بس طبعا ما عن طريق حدا، عن طريق التسريبات اللي نازله. ولما قدمت انا طلب انه بابني مفقود اتاكدت لانه نزل انه حسن موجود بفرع 215، ولما نزل حسن متوفي صورته نازله بنفس الفرع. اجوا اثنين من الارداحه ما بعرف، قال لي شو بتدفع؟ قلت له ما عندي هالبيت، قلت له بعمل لك طابه رسمي بالبيت بس بسلمني على شرط الولد برا. وطلعوا كلهم كذابين ونصب علي بتسريبات صارت بقيصر، اكتشفت انه صورة ابني. حتى يمكن اكثر من مره نقعد انه هو ما هو هو ما هو. في بنتي صغيره حطت الصوره ويمكن يوم ما نامت وهي في ضربه بانفه اوني اكتشفت انه اخوها فعلا اخوها. اجرام ما بعده اجرام، يعني هي ما اولاد ناس، ما قلن اهالي، ما قلن امهات، ما تعبت انا على ولدي، غيري ما تعب على ولده. يجي واحد كلب اجلك هبور يحرمك نور عيونك اللي هو الضناك، ما في اغلى من الضنا في الدنيا. صور الاعداد كانت هائله كثير، يعني الوقت كثير اخذ معي وقت لبين ما دورت على الصوره، بس سبحان الله بالبدايه اول شيء ما كنا نقدر نصدق انه هيدا هو، بس كان في علامة نقدر نميزها إنه أخوي كان عنده ضربة بأنفه وفي شامة تحت الحاجة، فقارنا بين الصور فهيدا هو، حتى أسنانه ما موجودة. شايفته ممتاز إنه هو مطالب بحرية المعتقلين. أنا بدنا يعني مثل ما بيقولوا بدنا المعتقلين، بدنا الكل، بدنا ما حدا يبقى تحت رحمتهم وسيطرتهم. فبإذن الله إن شاء الله يا رب يكون هالضغط قانون قيصر على ويحقق لنا اللي بدنا هو.